هنا هروح المهندس حسن مبروك. قد يكون الوضع في الحالة بتاعة الأجهزة المنزلية أفضل قليلا، لأن احنا بدأنا نستقطب بعض المصانع من الصين، من تركيا، من كوريا الجنوبية إلى آخره، وبدأنا ان احنا ايه نشتغل على شوية صناعات. لكن السؤال، هل أنا كسوق محلي ده بالنسبة لي كافي؟ وإذا أردت ان أنا أفتح أسواق جديدة، ده يعتبر كافي ولا أنا محتاج أكتر؟ بص حضرتك، هو مبدئيا قبل الشركات الكبيرة ما تيجي والأسامي الكبيرة ما تيجي، احنا المصنعين المصريين اللي تحملوا كل الظروف في الفترة اللي فاتت من تعويم وكورونا وحاجات كتير، وسلاسل الإمداد وقفت وما فيش دولار عشان يفتح اعتمادات ويجيب خامات ومكونات، الشركات دي لو اشتغلت بكامل طاقتها هي كافية للسوق المصري وبالإضافة لده وتقدر تصدر. حلو. طب ليه دول جم؟ جيهم دوت، اولا هو من ناحيه المنافسه حاجه ايجابيه طبعا، مفيد مفيد ان انا اشوف هم وصلوا لايه ولازم انافسهم، تمام. من ناحيه ان خلق سوق للعماله والناس تشتغل معاهم، دي حاجه ايجابيه. ولكن هو جاي بشويه حوافز زي الدكتور ما قال، هم ادوا له حوافز، الحوافز دي مش موجوده عند المصنعين المصريين اللي هم دلوقتي في شوية مصانع. ويمكن الفريق كامل الوزير في لقائه مع اتحاد الصناعات يوم الأحد اتكلم على الصناعات المتعثرة والمصانع اللي واقفة، الكلام ده لازم ينتهي والكلام ده لازم يبقى له حلول. فالشركات دي جاية بشوية حوافز، الحوافز دي مش موجودة عند المصنعين المصريين. يعني أنا قدمت الحوافز للمستثمر الأجنبي بس أيوة، ما قدمتهاش للمستثمر المحلي بتاعي خالص، على الرغم من المستثمر المحلي ده اللي تحمل الظروف اللي البلد كلها مرت بيها، سواء البلد محليا او عالميا المشاكل اللي كانت موجوده. مش بس كده، تحملناها. يعني في حاجه مهمه يعني الحقيقه، يعني انه هقولها حتى بالبلدي كده، المستثمر المصري لو الدنيا زهزهت معاه هيشجع المستثمر الاجنبي اللي هيجي، لان هو هيكلم حضرتك انت، مش هكلمنا نيجي يقول لك والله انا عايز اخش معاك في مصنع كذا، هنعمل ايه؟ تقول له والله سيب لي بقى موضوع الملف ده جوه مصر، انا هعرف اخلص كل حاجه وهظبط كل حاجه، وانت تبدا تخش علشان نبني بقى ايه، نحط المكن بتاعنا. تمام. النقطه الثانيه ان برضو مش عاوزين ناخد الامور بشكلها الشكل الحلو وخلاص. الناس دي اللي جايه دي كانت بتصدر افريقيا وبتصدر دول احنا لينا اتفاقيات معاها. لما جت وهتعمل شركه منشا مصريه هتدخل الاسواق دي بزيرو جمارك زي الكوميسا مثلا في اتفاقيات كتير مش عاوز اذكرها كلها، لكن واغادير واتحاد اوروبي الشراكه المصريه البريطانيه ومع تركيا ومع السعوديه والدول العربيه وكل الاتفاقات دي، الناس دي جايه برضه هستفاد بيها. فكل ده وهينافسني انا مش عاوز اقول مستثمر مصري، لان المصري انا ما بسموش مستثمر، انا بسميه رجل صناعه. صح. المستثمر ده اللي بيحط فلوس عشان يكسب ويجاوب مع فلوس، رجل الصناعة المصري والمصري الوطني ما هوش مستثمر. أهم وأكبر بكتير. بكتير. أنا معاك. الحوافز اللي خدوها الأجانب أنا بطالب إن إحنا مش عاوزين نديها كلها، يمكن أنا استقطاب الاستثمار دوت برضه شكل كويس للدولة إن هي مجال جاذب للاستثمار. صح. وده أنا مستفيد منه كدولة وأنا بشجع الكلام ده، لكن الناس دي اللي تعبت ومتعثرة ومتعطلة وإنتاجها قل، أنا لما الإنتاج يوصل 40% المصنع أنا بعتبره واقف. يعني مش لازم يبقى واقف تماما، 40% مش مكيد. فالكلام ده لازم أقف مع الناس دي، إذا كان عليهم فوائد بنوك أناقش الكلام ده مع البنوك، إذا كان عليهم غرامات معينة نناقش نجدول، في الآخر أقف جنبهم عشان يقدروا يقفوا راس براس مع الناس الكبار اللي جايين. الحاجة الأهم من ده كله ان انا الناس اللي جايه من بره دي لازم تطور الصناعات المغذيه للاجهزه المنزليه. انا مش هفرح ان هو جاي وجايب معاه الصناعات المغذيه بتاعته، لا، انا لازم اشترط عليه انه يطور وينمي الصناعات المغذيه ليه من المصريين، زي ما احدى شركات السيارات، عشان لو ليه حق اقول الاسم هقول، بس مفيش داعي اقول، لكن شركه امريكيه في مصر اول ما جت، وهي كانت من شركه بايونير اللي جت في مصر، أول حاجة عملتها طورت كل الموردين المحليين للصناعة المغذية، دلوقتي واقفين على رجليهم وبيقدروا يوردوا لأي شركة سيارات. ودي شركة سيارات. أنا بطلب إن شركات الأجهزة المنزلية الجميلة العملاقة الأسامي الضخمة اللي جاية دي
تطور للصناعات المغذية عشان الصناعات المغذية تقدر تديهم وفي نفس الوقت تبقى نواة ان انا اقدر اصدر صناعات مغذية للأجهزة المنزلية بره مصر.